بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، مش تفروا إلى فلسفة معينة وإلى قوم معين، كلكم مسخوطين. ثمانية شيطان اللي توقعوا وهدد به أبوينا عليهم السلام والذرية في غالبيتها الساحقة، ما قاعد يوصل يحقق ما ذكر في القرآن أن أكثرهم لا يعقل وأكثرهم لا يشكر أكثرهم لا يؤمن وهو المشر. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فعلى النبي عليه الصلاة والسلام كان بشير نذير والسراج منير. هنا الإنذار لابرتيسمون ذكر دون الاثنين الآخرين، يعني البشير والسراج المنير. وأغلب الكرب وأغلب أهل الكتاب متفقين على يوصي النبي عليه الصلاة والسلام وعترته، ومن آمن به من الصادقين من عرب وعجم. يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كلامي واضح، ما يحتملش تأويلات. حضرتكم من غضب الله، هما ما يؤمنوش به رب، وبالتالي لا يؤمنوا بيوم الحساب. هذا البعث والبعث، قالوا عظام ولات أتربة ورميم وضعضعت وما عادش فيها شيء من البيولوجيا ولا الحياة، مش يرجع. هذا مستحيل عن نحن. انتم شكونكم؟ انتم مش تقولوا عندكم معايير أنا والحق والباطل، أنا والصادق وأنا والكذب، في معاييركم. قال مزاون نو كريتير أنو إيه دي كريتير كي سون انسبيري بار ساتون لو برنس دي مال، فوالا لو مودي إلوني إلو بني. والسلام علينا أهل التوحيد وأهل الإسلام الرحمن وأهل الإحسان، حتى يرتفع قدرنا عند مولانا وعند أنبيائه عليه السلام، وعند كل من له عقل ولب وحكمة. والسلام على أهل الإسلام تماما تماما تماما. يا من تريد العلم ارجع إلى كتاب مولاك، فهو أفضل مرجع تتخذه حتى تستفيق من غفلتك التي أدت بك إلى سوء الفعال وسوء الأقوال. والسلام علينا أمة محمد عليه الصلاة والسلام.